تحدثت امرأة موصلية عن ما يحدث في المدينة من كوارث وبقاء الجثث تحت الأنقاض، وناشدت العراقيين أن يثوروا ضد الفاسدين بحسب ما ذكرت، فلنشاهد. ما حد اعترف بي، أي مسؤولة مخازن، 25 سنة خدمة عندي، راتبي 1,045,000، دست بهاي القندرة على مود وطني، على مود ديني، على مود ديني. اطلعوا يا العراقيين، ما اقول المصراويين، بصرة، موصل، دهوك، ديالة، جميع كل المحافظات، انطلقوا. الى امتى تبقون ساكتين؟ اليوم جيت بعزاك، باكر من يجي بعزايا؟ ده يقتلون ناس ورا ناس، يضحكون علينا، يضحكون علينا. امر مدبر من عيد لعين الكفار، امر مدبر. على مكفلين، من ياخذ، من ياخذ حق ذول المظلومين اللي راحوا غرقوا اطفال ورود، ورود الموصل جوا الانقاض؟ وينك يا يا المحافظ؟ وينك انت محافظ وتطلع القتلى من جوا الانقاض؟ وكان معمار، تعرف ايش قد فنس قتله؟ الناس تلم نحاس وحديد وذهب وورق، ومعمار تلم قتله تدفن، يقولوا لها هاي داعش. اقول لهم ذولا ولد الموصل، احنا سنه وشيعه وكرد وعرب، ويلكم العراقيين صحوا